الحمد لله رب العالمين، الحمد لله غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، ولك الحمد بالقرآن، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها، يا من له علت الوجوه بنثرها، وهبا وكل الكائنات توحد، أنت الإله الواحد الحق الذي كل القلوب له تقر وتشهد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين، فشرح به الصدور وأنار به العقول، وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، ما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فيا أيها الموحدون، نتحدث اليوم بحول الله وقوته عن أفحش الفواحش وأحط القاذورات. نتحدث عن جريمة تهدد الأموال وتقتل الذرية وتهلك الحرث والنفس. نتحدث عن ذنب وصفه ربنا بأنه كان فاحشة وساء سبيلا. نتحدث عن جريمة الزنا، والزنا عاره يهدم البيوت وينكس الرؤوس ويسود الوجوه، يذهب الحياء، يذهب المروءة، يشيع الفاحشة في الناس. ولن نضع رؤوسنا في الرمال ونفعل كما يفعل النعام، نسمع في كل يوم عن عشرات الجرائم، نسمع عن فاحشة في شقق مفروشة على شواطئ البحار، بل في الجامعات وفي الطرقات
قال أولاد من؟ هل هؤلاء جاءوا من كوكب آخر؟ هل هؤلاء من أولاد الجن؟ إنهم أولادنا وبناتنا، أولادنا وبناتنا وقعوا في بواطئ هذه الفاحشة. لذلك أيها الأحباب، هذه دعوة خصوصا للشباب، هذه دعوة للعفة، هذه دعوة للطهارة، هذه دعوة للنقاء. لا بد وأن نطهر مجتمعنا من هذه الفواحش ومن هذه الرذائل التي تأذاها الفطرة السليمة. يقول النبي صلوات الله وتسليماته عليه: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فماذا بقي إذا لهم؟ ماذا بقي لهم إذا غضب عليهم الجبار جل في علاه؟ كفاه والله من خسران وحرمان وضلال مبين. ألا يكلمه الله ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم؟ من هم يا رسول الله؟ ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن منهم شيء ذال، والعياذ بالله، هذا الذي ما أنذره الشيء، هذا الذي ما وعظه الشيء، بلغ من العمر أرذلة، ومع ذلك عنده هذه الدلالة وهذه الخفة حتى يرتكب هذه الفاحشة. كان سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: والله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام. انظر إلى نفسه الكريمة، هذه الفطرة السليمة التي تأبى هذه الفاحشة، تأبى أن تزل أقدامها إلى هذا المستنقع العفن. لذلك أمر ربنا سبحانه بتطهير المجتمع المسلم، ولنا عن كل ما يؤدي إلى الإغراء والفساد. نهى عن النظرة المريبة، نهى عن الخلوة بالأجنبية، نهى عن الخضوع بالقول، أمر بغض البصر، وخاطب سبحانه المؤمنين بقوله: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. هذا خطاب لك أيها المؤمن، خطاب من رب الأرض والسماوات، يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. هذا هو المجتمع المسلم. أمر ربنا سبحانه الشاب الذي لا يجد مؤنة الزواج
أن يتعقل، لا أن يسير وراء شهواته ولذواته، وليستعفف بالذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، ومن يستعف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله. نهى الإسلام أن تظهر في المجتمع المسلم صورة عالية أو شبه عالية. لا ينبغي لنساء المسلمين أن يخرجن بثياب متهتكة، بثياب فاضحة، تغري الفتاة شباب المسلمين بالإثم والفاحشة. لا ينبغي أبدا أن يظهر هذا في مجتمع المسلمين. اليوم قد أدخلنا جسد المرأة في كل شيء، عندما تسير في شوارعنا تجد كثيرا من الإعلانات عليها صور للعاريات. هل هذه هي حرية المرأة التي تريدونها؟ ربما كانت أشياء خاصة بالرجال ناتين بالخلافة، تجد أن الذي يعلن عنها امرأة. لماذا تقحمون جسد المرأة؟ هل تريدون أن يكون جسد المرأة مشاعا يختلفه ذئاب البشر؟ هل هذه هي الحرية؟ لا ينبغي أن تظهر في مجتمعاتنا أغنية ناجنة أو تمثيلية تحث الشباب على الإثم والفحش، على البذاءة وقلة الأدب. لا ينبغي أبدا هذا. أمر الإسلام بتطهير المجتمع المسلم، وللأسف كم سمعنا عن إنسان مات ساجدا أمام واقفة أو أمام فاجرة. نسأل الله سبحانه أن يحسن خواتيمنا. ثم أنت أيها الشاب المسلم الذي تصطحب فتاة وتضحك عليها وتغريها بمعسول الكلام، وربما تفعل معها الفاحشة والعياذ بالله، تموت أنت ويبقى الدين. لا تظن أنك تنتهك حرمة الناس وامرأتك وابنتك وأمك مصونة في بيتها. لابد وأن هناك من ينتقم في الخفاء من أهلك وحرماتك وأنت لا تعلم، لكن الله يعلم. الله سبحانه ينفر الإنسان، لكنه سبحانه لا يهمل أبدا. هذا دين، هذا دين لا بد من قضائه، هذا دين لا بد من رده. انظر إلى هذا الشاب الذي جاء مسرعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والثورة فيه مرتاجة، ويقول يا رسول الله ائذن لي بالزنا. فغضب الصحابة من ذلك وزجروه وهموا أن يضربوه، فقال النبي الكريم بأبي هو وأمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعوه لي. فأجلسه بجواره وقال له ماذا تريد؟ قال أن تأذن لي بهذه الفاحشة. قال النبي الكريم صلوات الله وتسليماته عليه أترضاه لأمك؟ قال لا يا رسول الله،
قال فكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم أفترضاه لابنتك؟ قال لا. قال ولا الناس يرضونه لبناتهم أفترضاه لأخته؟ قال لا. قال ولا الناس يرضونه لأخواتهم؟ إذا كنت لا ترضى هذا لإفراد المسلمين فكيف ترضاه؟ إذا كنت لا ترضى هذا لنسائك وأهل بيتك فكيف ترضاه لنساء المسلمين؟ ألا تتق الله في أمك؟ ألا تتق الله في ابنتك؟ ألا تتق الله في أختك؟ كما يقول الشافعي رحمه الله تعالى: عفوا تعف نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم. إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفاء من أهل بيتك فاعلم. من يبني في بيت بألفي درهم في بيته يبنى بغير الدرهم. يا هاتكا ذكر الرجال وقاطعا سبل المودة عش غير مكرم. لو كنت حرا من سلالة ماجد ما كنت هتاكا لحرمة مسلم. كلنا يعرف هذه القصة المشهورة، هذا الرجل التاجر الذي رزقه الله بزوجة صالحة وكانت تأتيه في كل يوم امرأة، فأخذت نفسه تراوده أن يلمس يدها. نترك هذا، وفي المقابل زوجته هذه المرأة التقية يمر عليه عليها في كل يوم سقى لتأخذ حاجة البيت من المياه. وفي اليوم الذي تغلب فيه الشيطان على هذا الرجل وأمسك بيد المرأة أمسك السقى بيد زوجته، ولما دخل عليها قالت دقة بدقة ولو زدت لزادت دقة. قبل أن تفعل ذلك تذكر أهل بيتك وأنه بالكيل أو بالمكيال الذي تكيل به للناس سوف تكتال. يقول النبي الكريم صلوات الله وتسليماته عليه: من يضمن لي ما بين لحيين ورجلين أضمن له الجنة. من يضمن لي ما بين لحيين يضمن فمه فلا يأكل حراما، يضمن لسانه فلا يتكلم بحرام، ويضمن لي ما بين فخذيه فلا يقع في فاحشة. يضمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم له الجنة. أما تخشى؟ أما تخاف أن يقبض الله روحك وأنت في هذه اللحظات؟ كيف ستقول لربك غدا؟ ماذا ستقول لله وأنت واقف بين يديه وهو سبحانه القائل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. إذا كنا نلوم الشاب مرة فإنا نلوم الفتاة مئة مرة، لأنها هي التي لانت في كلامها، لأنها هي التي خرجت بهذه الثياب، لأنها هي التي فتحت باللص حتى دخل. فلما طرقها أخذت تصرخ وتقول: أغيثوني أغيثوني. ك
كثير من الآباء والأمهات أهمل في تربية أبنائك. لماذا لا تسأل ابنتك لماذا تخرجين هكذا بهذه الثياب؟ لماذا تأخرت؟ أين ذهبت؟ ماذا تصنعين؟ ومع من تسيرين؟ كثير من الآباء والأمهات قد قصر في هذا الأمر. تجد شابا يصطحب فتاة وهما في غاية الوقاحة، يمسك بها ويضع يده على جسدها بدون أدنى حياء. نرى هذه المشاهد كثيرا في شوارعنا وفي جامعاتنا وفي غيرها. أين الحياة؟ ما كنا نتصور أبدا أن يأتي يوم تجلس الفتاة على المقهى وتدخن الشيش أمام الرجال وبلا أدنى حياء. وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. وكأن النبي عليه الصلاة والسلام ينظر من وراء الغيب ويخبر عن واقعنا وعن عصرنا، فيقول النبي الكريم: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا مشى فيهم الأوجاع والطاعون. والأمراض التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. صدقت سيدي يا رسول الله، ليس الأمر أن توجد الفاحشة، الفاحشة موجودة من قديم الزمن. الخبر أن تنتشر الفاحشة، أن يصبح لها بيوت، أن ينشأ لها مواقع على الإنترنت، أن يساهم في إشاعتها وشيوعها شباب المسلمين. لذلك ابتلى الله الناس في هذه الأزمنة بالأمراض التي لا يجدون لها حلا. وكلما اكتشف الناس علاجا لمرض من الأمراض ابتلاهم الله بمرض آخر أشد ذلك. لقد بلغت الفاحشة بقوم أنهم يتسافتون في الطرقات كما تتسافت البهائم والحمير. أتريدون منا أن نفعل مثل فعلهم؟ أتريدون أن نصنع كصنيعهم؟ كيف ذلك وعندنا قرآننا وعندنا سنة نبينا صلوات الله وتسليماته عليه؟ لماذا تريدون أن تتبعون سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع؟ هذا الذي يفعل هذه الفاحشة الله سبحانه ينزع منه الإيمان. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فإذا تاب وأقلع رجع الإيمان إليه مرة ثانية. هذا الذي يفعل هذه الفاحشة، تأكد أن الله سيبتليه بالفقر. بشر الزاني بالفقر ولو بعد حين. وفي الأثر يقول الجبار جل في علاه: أنا مهلك الطغاة ومسطر الزناة. هذه الفاحشة تجعل في قلب من فعلها الضيق والكآبة، يظل بذلك طول عمره. كلما تذكر هذه اللحظة شعر بضيق في الصدر. هذا الذي يفعل هذه الفاحشة له رائحة خبيثة. نعم والله تضغط منه رائحة خبيثة تنبعث من فيه
تنبعث من جسده، لا يشمها إلا كل ذي قلب سليم. يستقبل هذا الإنسان، يستقبل هذا الإنسان. ألا ننتهي من ستر الله علينا؟ الله سبحانه يسترنا في الصباح وفي المساء. والله لو كان للذنوب رائحة ما استطاع بعضنا أن يجلس بجوار بعض، ما استطعنا أن نمشي في الطرقات من نسل ما نأتي، من نسل ما نعصي به ربنا جل في علاه. لكنه ستر الله، لكنه رحمة الله. فانظر أيها المؤمن ماذا تفعل بعد هذه اللذة؟ ندم طوال العمر، تعيش في ندم طوال حياتك. يا أخي لا خير في لذة ينبعها الندم، لا خير في لذة من بعدها النار، لا خير في لذة تجد شؤمها على ابنتك وعلى زوجتك وعلى أهل بيتك. أما تفكر في ذلك على المجتمع أن يقاوم الفاحشة وأن يتمسك بالإيمان وأن ييسر الحلال؟ ينبغي أن ييسر الحلال على شبابنا حتى لا يلجأ الشباب إلى الحرام. انظر شاب في بداية حياته، حديث التخرج، يريد أن يتزوج، كيف يتزوج؟ مطلوب منه شقة مواصفاتها كذا وكذا، مطلوب منه شبكة، مطلوب منه حفلات، مطلوب منه هدايا. كيف يستطيع الشاب أن يوفر كل هذه الأشياء؟ هذه الأشياء ما شرعها الإسلام، هذه الأشياء ما أمر بها القرآن. نحن نعسر اليتيم، نحن نضيق الحلال حتى لجأ الشباب إلى الحرام. أما من صاحب منصب وجاه يصن سنة حسنة يقتدي به الناس، يزوج ابنته بمئة جنيه بألف جنيه حتى يفعل الناس مثل ما فعلوا، حتى يخلدوه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. لا بد وأن نترك هذا الصنم الذي أصبح الناس يعبدونه من دون الله، هذا الذهب الذي غلا سعره ولا يستطيع أن يشتريه إلا القليل من الناس. لماذا لا نستبدل هذا بغيره؟ كل بيت من بيوت المسلمين تجد فيه شابا أو فتاة بلغ 30 من عمره، وربما زاد على 30 ولم يتزوج، وربما لم يتزوج. لماذا؟ لأننا وضعنا العراقيل في طريق الحلال. ألا فلنتقي الله في أنفسنا وفي شبابنا وفي نسائنا حتى يفرج الله عنا، حتى ينصرنا الله على عدونا. لابد أولا أن ننتصر على أنفسنا حتى ينصرنا الله على غيرنا. أسأل الله سبحانه أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله على محمد ما تحركت الألسن الشفاء صلاة دائمة.
ظلمنا نعد مساوئ هذه الفاحشة وما تجلبه على المجتمع من نقمة لاحتجنا إلى عشرات اللقاءات. هذه الفاحشة نذير شر ونذير خراب ونذير هلاك. لذا أنصح كل من زلت قدمه وارتكب هذه الفاحشة أو من تراوده نفسه أن يعصي الله، أقول له لا تجعل الله أهون الناظرين إليك، لا تجعل الله أهون الناظرين إليك. الله يراك، الله مطلع عليك. وهذا دين، والفيال لا يموت. تب إلى الله واندم على ما فعلت. الله سبحانه يقول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. لا بد وأن تتوب إلى الله، لا بد وأن تندم على ما فعلت. ولذلك قال علماؤنا الأصل في الحدود التوبة وليس إقامة الحد. الأصل أن الإنسان إذا فعل هذا الفعل القبيح أن يستر على نفسه، لا يفضح نفسه، لا يفضح نفسه أبدا، وأن يتوب إلى الله. النبي الكريم يقول من أتى من هذه القادورات شيئا فليستتر بستر الله، فإن من أدى لنا فتحته أقمنا عليه الحد. إذا وصل الأمر إلى أولي الأمر لا بد من إقامة الحد، لأن الإنسان لا يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فلا بد وأن نحافظ على هذا الإيمان. الغرب يريد أن يدمرنا بهذه الفواحش، بهذه المخدرات، بهذه الأفلام الإباحية. أراد أن يدمر الأمة وأن يدمر شبابها وصحتها بهذه الموبقات. فلا بد وأن تعرف عدوك وأن تتقي الله في نفسك وفي دينك وفي أمتك. أسأل الله سبحانه أن يحفظ شباب المسلمين، اللهم احفظ شبابنا، اللهم احفظ نساءنا، اللهم أصلح شبابنا، اللهم أصلح نساءنا، اللهم أصلح شيوخنا، اللهم خذ بنواصينا جميعا إلى ما يرضيك، اللهم خذ بنواصينا جميعا إلى ما يرضيك. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك، اللهم أسعدنا بتقواك، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، اللهم انصر اخواننا في فلسطين، اللهم انصر اخواننا في العراق،
اللهم انصر المجاهدين في كل مكان يا ارحم الراحمين. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين بفضلك وجودك وكرمك يا ارحم الراحمين. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.